ولكن نبه على عدة أمور في المهدي. الأمر الأول أن المهدي ليس بنبي كما يتصور بعض الناس أنه معصوم وأنه يحلل ويحرم، هذا غير صحيح. المهدي رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عالم عابد، يعلم ويجهل، يخطي ويصيب، بمنزلة الأئمة لا غير، بمنزلة عمر وعبد العزيز، وبمنزلة الإمام أحمد، وبمنزلة ابن تيمية، وبمنزلة ابن القيم، من العلماء الذي يمن الله عليهم بالعلم والعمل الصالح، ولكن يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون. الأمر الثاني أن المهدي لا يكون إن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن المهدي لا بد يتفق عليه أهل الحل والعقد، شأن بقية الخلفاء، فإن الخلفاء لا بد يتفق عليهم أهل الحل والعقد. الأمر الرابع أن المهدي لا يكون إلا حين يكثر الفساد ويقل الخير في الناس وتملأ الأرض جورا وظلما، ثم يبعث الله جل وعلا فيملأ الأرض قسطا وعدلا. الأمر الخامس أن المهدي من بني آدم كسائر الناس، ينشأ بين الناس ويتعلم من الناس، لا ينزل عليه وحيا ولا يتعلم من الوحي، إنما كسائر العلماء يتعلم على العلماء ويدرس عند العلماء ويستفيد من العلماء، وهو قد يخطئ وقد يصيب. أما ما جاء عند أبي داود بأن الله جل وعلا يصلحه في ليلة، فهذه الرواية منكرة لا تصح، هذه الرواية منكرة لا تصح. ولو صحت هذه الرواية أن الله يصلح في ليلة، فالمعنى ليس المعنى كان ضالا منحرفا ثم يصلح في ليلة ثم يقوم بالدعوة، إذا ما صار عالما، متى صار عالما؟ هذا كان على طريقة الصوفية أنه نزل على الوحي من أول والا وتعلم، وكما يقول بعض المنحرفين يقول افتح فاك يزعك التعليم، وعلى طريقة أهل التصوف وأهل الانحراف. على لو فرضنا صحة أن المقصود يوفقه الله في ليلة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمعات والدعوة إلى التوحيد ومقارعة أهل الباطل، هذا هو المقصود لو صح هذا الخبر، ولكنه لا يصح. كذلك كل رواية، الأمر السادس أن كل رواية وردت في المهدي أنه يخرج من المدينة كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. الأمر السابع أن كل رواية وردت بأن المهدي يبايع له بين الركن والمقام كلها منكرة، أن كل رواية وردت بأن المهدي يبايع له بين الركن والمقام كلها منكرة ولا صح من ذلك شيء. الأمر الثامن أن كل رواية وردت بأن المهدي يلتقي بعيسى كلها منكرة ولا صح من ذلك شيء. يحتمل يكون المهدي قبل عيسى ويحتمل يكون بعد عيسى، ولكن القول الأكثر أنه قبل عيسى يكون ممهدا لنزول عيسى، لكن ما في رواية أبدا أن المهدي يلتقي بعيسى، قد يلتقي قد لا، لا ننكر ولا نثبت، لكن نحن نتكلم عن روايات، ما في رواية في هذا الباب. وما جاء عند ابن ماجه وأن عيسى حين ينزل ويلتقي بأقوامهم يمسح على وجوههم ثم تحضر الصلاة وقد تقدم، هذا الخبر منكر لا يصح. وأما ما جاء في الصحيحين وإمامهم منهم، هذا لا نزاع فيه، لكن ليس في رواية وأن إمامهم هو المهدي. نعم إذا نزل عيسى لا يصلي بالمسلمين، إنما يصلي بالمسلمين رجل من هذه الأمة، السبب لأن لا يظن ظان بأن عيسى نزل على أنه رسول وعلى أنه ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتوهم متوهم هذا إذا نزل عيسى فإنه يحكم بشريعة محمد ويصلي بالناس رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم القرآن. والأحكام الجارية في ما مضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ستكون ثابتة في وقت عيسى ابن مريم، لا يغير شيئا لا من الكتاب ولا من السنة. وأما كون عيسى يضع الجزية فهذا بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يأتي بجديد، لا يأتي بشرع جديد، وليست شريعة ناسخة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو يحكم
بشريعة محمد ويطبق ما جاء في شريعة محمد، ولذلك لا يؤمهم حتى لا يتوهم متوهم أن قد أتى بشرع جديد، يؤمهم رجل من المسلمين. المقصود أنه لم يثبت حديث بأن المهدي يلتقي بعيسى بن مريم، ولا دليل على هذا، إنما قالوا جماعة العلماء بنبيان على روايات منكرة أو استنباطا، وإمام منهم قال لعله المهدي، فاستقر في أذهان كثير من الناس أن هذا هو المهدي، ولا دليل على هذا، لمحات فقط في المهدي. والناس المهدي على طوائف. الطائفة الأولى من يؤمن بالمهدي كالنصارى، النصارى يؤمنون بالمهدي ويؤمنون بنزول عيسى، ولكن لا مهدي عندهم إلا هذا، ويعتقدون أن عيسى إذا نزل سينتقم لهم من اليهود وسينتقم لهم من المسلمين. هذه عقيدة النصارى، مع أن عيسى إذا نزل سيبدأ بقتال اليهود والنصارى معا، إلا من أسلم، حتى عيسى لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. الطائفة الثانية الرافضة يؤمنون بخروج المهدي، ولكن المهدي عندهم هو المهدي محمد بن الحسن العسكري المنتظر، الذي غاب في سرداب سامورة منذ أكثر من 1200 عام، وإلى الآن لا يعلم له خبر. هذه عقول الرافضة، عندهم طفل ابن 7 سنوات غاب في سرداب سامورة ينتظرون خروجه، وإذا خرج ينتقم لهم من النواصب الذين هم أهل السنة والجماعة، وإلى لما خرج. ولذا قال بعض أهل السنة لعل مهديهم هو الدجال، وهذا غير بعيد، لأن الدجال يتبعه من يهود أصبهان 70,000، وأصبهان تحت قبضتهم، فلعلهم هم المقصودون بهذا الخبر، وهذا غير بعيد. القسم الثالث الذين ينكرون المهدي مطلقا، يقول لا مهدي إلا عيسى، وهذا في رواية عند ابن ماجة وهي منكرة، وهذه الرواية منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع أهل السنة والجماعة وأهل العلم والديانة، يقول أن المهدي سيخرج، ولكن هو رجل من المسلمين، يبعث ويخرج الله جل وعلا كمجدد للدين، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر يعلم ويجهل، يخطي ويصيب، ويتعلم الناس، جالس الناس، ليس بمعصوم وليس له شرع جديد، هو كعامة الناس، إذا أخطأ وجب الرد عليه، وإذا أصاب وجب معونته ونصرته، يكون بمنزلة الخلفاء كعمر بن عبد العزيز، يعلم ويجهل، يخطي ويصيب، وكبقية أئمة خلفاء المسلمين العدول، ولكنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما و جورا. وهذا صحت في أحاديث كثيرة، أحسن ما ورد في الباب ما رأى السفيانان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية عند أبي داود واسم أبيه اسم أبي، وهذه الرواية شاذة، والمحفوظ الحديث يواطئ اسمه اسمي، أما رواية واسم أبي اسم أبي فهذه الرواية شاذة. كذلك جاءت رواية يشبه خلقي، وهذه الرواية شاذة، وردت رواية يشبه خلقي وخلقي، وهذه الرواية شاذة،